ما بعتقد انك رح تحل الامور وانت مفعيل. انا مالي مفعيل، بس قلقان ومحتار. ليش هيك عم يصير مع نبيل؟ ليش صار شيء جديد؟ لا بس اتصلت فيه على الشركه مشان احكي معه، طلع لي على الخط رفيقه حسن وقال لي كلام غير مفهوم. كيف يعني؟ يعني تصرفات نبيل، حزنه، لملمته لاغراضه. بعدين قال له لحسن دير بالك على الشركه، وراح وما عاد رجع. مشان هيك لما اتصلت بسلوى وسالتها عن نبيل غيرت الحديث فورا. في شيء عم يصير بغياب فريد وانا خايف من سلوى. ليش؟ شو اللي مخوفك؟ تصرفاتها يا هدى، تصرفاتها. ما سمعتيها شو قالت لما كانت هون؟ حكت كلام ما بيحكوه الا ستي وستك. يعني معقول تتصرف شي تصرف غلط بغياب فريد؟ كل شي معقول، لانه وعي سلوى وادراكها كل ماله عم يتراجع لورا، وحتى بالنتائج ما عم تفكر. انا مالي زعلانه الا على نبيل. شو ذنبه يعيشوه على بساط من حرير وفجأة يسحبوه من تحته؟ ربنا سبحانه وتعالى له حكمه، لأنه الولد ينسب لأبوه، ومهما كان أي إنسان كان قريب منه لا يمكن يكون أبوه الحقيقي وأمه الحقيقية، وخاصة إذا خلفوا بعدين. أنا رح أستنى يومين، وإذا ما ظهر نبيل رح أدور عليه بنفسي. قديشه كان مطيع ومخلص، قديشه كانت متنكرة سلوى ومجحفة. هشام هشام، أنا مو دفاعا عنها، بس كأم ما بتعتقد إنه معها حق؟ مهما كان الحق معها، بس مو هي الطريقة الصحيحة لمعالجة الأمور. والشيء المحزن إنه نبيل كان حاسس وعمل مستحيل معي ومع فريد لحتى يترك البيت ويرجع لعند أمه، بس فريد رفض وأصر على رفضه. سهراني لحظة، ما تقومي ترتاحي بأوضتك. صراحة ما بعرف ليش النوم اليوم هربان من عيوني. لا يا ماما، السهر بضر صحتك. يلا قومي. طيب ماما، نص ساعة بس بكمل القصة وبطلع بنام. ايه؟ بدك تكملي القصة ولا ناطرة حدا؟ يعني ما بظن انه رح يتأخر أكثر من هيك. ندى، أنا ممكن أعرف يا أمي أنت شو بدك منه؟ ماما أنا ما بدي منه شي، بس شغل بالي عليه لأني شفته الصبح طلع زعلان. يا ستي، في كتير ناس بتتضايق هيك بدون سبب. وعلى الغدا ما رجع؟ أكيد شغل. ماما، انتي قلتي له شي زعله لما حكيته سوا الصبح؟ ندى، انتي مانك ملاحظة انه اهتمامك فيه زاد عن حده؟ لا ماما، نبيل اذا ما كان اخي فصديق طفولتي وابن عمي. عمري ما لاحظت بانه اساء ادبه معي، وكمان حبه واحترامه لكم فوق الوصف. بحبنا حب مزيف. بدك تغير كتير من ناحية اخي نبيل. لا تقولي اخي نبيل، هذا مو أخوك أصلاً، ما بيستحق منك هالكلمة أبداً. كلام غريب عم بسمعه مني. الحقيقة يا ماما ما فيها غرابة أبداً. طيب ليش ماما؟ شو عمل؟ شو الذنب اللي ارتكبه؟ أنا يا ماما ما بقدر أشرح لك هلأ كل شيء، خلص الظروف هلأ ما بتساعد. الظروف؟ ولا الهروب من ذكر الحقيقة؟ شو ذنبه انه انتو تبنيتو؟ شو ذنب طفولته المعذبة؟ ولا اذنب لانه كان السبب بزرع السعادة والابتسامة بهالبيت؟ ولما خلفتي صار كمان بده يدفع ثمن حبه واخلاصه الكم؟ خلصي! Ha ha ha!
مسكيني يا نبيل، بفكر اني ماني عارفان شيء. الصراع اللي عايش فيه مع نفسه عشته انا من زمان، حواجز اسباب والعقبات. ايه الحب لذيذ، ولذة الحب بلدعت مراره، بس يا ريت يحكي، يا ريت يفتح لي قلبه بيرتاح. شو ما بدها تصحى اليوم ولا عامله حالها زعلانه؟ شو ماما؟ شمستك عالية اليوم؟ صباح الخير ماما. صباح الفل. يلا حبيبتي قومي لنفطر سوا. لا معلش ماما، أنا مالي نفس. ندى، أنا تصرفي معك ماما كان لمصلحتك، وخوفي عليكي هو اللي خلاني انفعل ومد إيدي عليكي. أنا مالي عم بحكي على نفسي. ده كان عن مين؟ عن نبيل. رجعنا لسيرته مرة تانية ماما. رجع ونام بالبيت. وبعدين معك؟ يعني ما رجع. ظني طلع بمحله. وشو كان ظنك؟ نبيل طلع من البيت زعلان وما عاد يرجع أبدا. إن رجع ولا عمره ما يرجع. شوفي ندى، إذا بتجيبي سيرته مرة تانية أنا رح أتصرف معك تصرف ما يعجبك بنوبة. فهم من كلامك إنك طردتيه من البيت؟ ماما طردتيه ولا لا؟ سكوتك بدل على إنك طردتيه. يعني خلاص؟ يا ماما عقلي، كبري عقلك، عيب هالتصرف هاد، شو بدهم يقولوا الناس علينا؟ يقولوا اللي بدهم يقولوا. أنا بدي أخي، بدي نبيل، أنا لا يمكن أقعد بدون ما أشوف نبيل. يا ماما
كان أخوك من زمان، من قبل ما تعرفي الحقيقة. أنا ما بيهمني شيء، ما بيهمني شيء. أنا فتحت عيوني على الدنيا لقيته قدامي. مسكينة يا ماما، مسكينة، عرف يخدعك بحنانه المزيف مثل ما خدعني وخدع أبوكي. صدقيني. لا لا يا ماما، نبيل لا يمكن يكون مخادع، لا يمكن، حرام عليك، لا يمكن، لا يمكن. بس ماما تعي، بس يا حبيبتي، بس تعي يا ماما تعي. شرف سيدي، تاكلهم بالهنا ان شاء الله. الله يسلمك ويهنيك. شكرا معلم يا ابو العز. لا شكرا على واجب، الله معك. يعطيك العافيه. مع السلامه. رحيم. نعم علمي. هلا نبيل، عندك بالبيت؟ اي نعم. شيء ما تروح تشقى عليه. شو قلت معلم؟ انا بشتغل عنك وصال شق عليه وشوف اذا لازمه شيء، ولا نسيت انه ابن الغاليه؟ طول عمره الكبير كبير والاصيل اصيل. يا ابراهيم لك يوم روح وطمن بالك، وانا وقت الغداء اللي حاعمل لك شويه مشاوي على كيف كيفك، ترجع تاخذون. كلك ذوق معلمي، كلك ذوق. الله يرضى عليك. على اجلك ابو العز. الله معك، مع السلامه. مرحبا ابو العز. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. شيوئية وربع لحمة مع صحن حمص وبعدها في الواجهة. يمو على عيني، تفضل. رهيب. نسينا. شرف سيدي. تفضل. اسلم ايديك. رهيب. وبشو عم تفكر؟ ما في شيء عم ابراهيم، بس انا بدي منك خدمه صغيره. على عيني وراسي. خير عم ابراهيم؟ انا خلص ما راح اطلع من البيت. اوف، ليش بقى؟ اسمعني منيح. بدي اياك تتصل بالشركه وتطلب المهندس حسن. بتقول له ضروري اني انا بدي اشوفه، هو بيعرف المطعم، اول ما بيوصل لعندك بتجيبه لهون لعندي على البيت. على عيني، بس يعني ليش ما بدك تطلع من البيت؟ بعدين يا عم ابراهيم، بعدين بتعرف كل شيء. خلص ها، بعدين اذا حدا يعني غير حسن رد عليك بالشركه لا تجيب سيرتي ابدا، وفهم حسن لا يفتح سيرتي لحدا. يا سيدي كمان حاضر. يا كريم يا رب. يعطيك العافيه. الله يعافيك. استاذ حسن ما في اخبار عن الاستاذ نبيل؟ لا ما في. ايه الله يطمنا عليه. الو، اهلين استاذ حسن. ايه انا حسن. اسمعني منيح، او في حاجه جنبك؟ لا، ليش في شيء؟ الاستاذ نبيل بسلم عليك. ايه، وبده اياك بس تخلص تيجي فورا على البيت اللي عنده. ليش، وين هو؟ ايه بيت امه. لا لا، امه الحقيقيه، ايه المرحومه. ايه بس ما بعرف العنوان. وين؟ بالمطعم عند ابو العز؟ ايه ايه، ابو العز ما غيره. هات عنك. الو استاذ حسن. يا حريشك شو نكتي يا بي؟ اليوم لا تتغدى، معزوم على الغدا. ايه ايه، عند الاستاذ نبيل بالبيت. مشان تريح لي معدتك من الفلافل والنواشف. حلو. مع السلامة. بانتظارك. ايش شو هالولد هذا؟ ولد؟ ولد هذا مجلس هد الدنيا. ساعدني الله يرد عليك ابراهيم، يلا خف ايدك شوي. يلا يلا. بابا الحمد لله على السلامة. بابا الحمد لله على السلامة.
بابا ليش عيونك حمراء؟ بابا ندى انت عم تبكي؟ الحمد لله على السلامة فريد. الله يسلمك. بابا ما قلتي لي ليش عم تبكي؟ بابا ماما طردت نبيل من البيت. عيب ندى، انا ما هيك ربيتك. بعدين بابا جاي من السفر وما بيصير تزعجي بهيك خبر. سلوى الكلام اللي قالته ندى صحيح. الحقيقة هو اللي راح وبصراحة هرب. هرب؟ ليش هرب؟ قال انك عم تستغله لحتى تمشي شركتك على كتافه، وهو بيرفض انه يكون عكازة تستند عليه، لذلك رفض ينتظرك لترجع. بتحب تسمع اكتر من هيك ولا بكفي؟ ندى روحي على غرفتك. بابا انا بدي اسمع. ندى بابا ارجوكي تروحي على غرفتك لو سمعتي. اسمعي كلام ابوكي. يلا بابا. وهلا سلوى احكي لي كل شيء بالتفصيل. الله يا حلوه. ولك انت منين طلعت اللي باخر العمر؟ من تحسيخ اللحمه. ولك الحق علي انا، حق علي انا اللي ما فرمتك راس العصفور. مدهنه ولا هبره؟ حبيبي ابراهيم ولا خذه راح يطق لي خواصري من طحن. ابن دزخ ياهن عم ناعم. خذوا خلصني منه، خذوا لبيت النبي. لا ما منين طلع لي مثل كبسه التموين. استاذ حجر يلا قبل ما تورد اللحمه. ابو العز ما بتتغدى معنا؟ اذا فضيت بالحكم. الا كان عن اذنك يا رأي. مع السلامه يا حلو. خاطرك معلمي. الله معك يا بشع. إذا أنا سمعت وشفت بعيني. لا حول ولا قوة إلا بالله. اهدى حبيبي، اهدى وصلي عني. اللهم صل وسلم وبارك علي. بس في شيء ما عم بقدر أسده. اهدى حبيبي اهدى. كيف بدك يعني اهدى وراسي رحيم؟ شو رايكم؟ لا كان لازم تشوف الاستاذ فريد تفاهم معه وتقابله. وانا من راي العم ابراهيم. بس كرامتي ما تسمح لي اني اتراجع، هي كلمه وعدت فيها ولازم انفذها. يا ابن الحياه علمتني انه الانسان مو كثير لازم يتمسك بمواقفه، لانه مع الايام ممكن تنقلب عليه. ايوه بس هذا مبدأي بالحياه يا عم ابراهيم. طيب والشركه والمشروع؟ بركه فيك يا حسن. حب اقول لك اذا كنت مصر على موقفك هاد فانا من اللحظه هي ما رح ارجع على الشركه. يعني رح تخلى عن عملك؟ عندي عمل جاهز وانت بتعرف اني انا تركته كرمالك. العقد الخارجي؟ نعم، ولسه في معي مهله لحتى ارد عليهم. يا حبيبي وبهالسهوله رح تتخلوا عن الاستاذ فريد؟ هو اللي تخلى عنه. يا جماعه اكيد في التباس بالموضوع. حسن حسن انا قررت اني اسافر معك ودبر حالي هنيك. صحيح؟ هي اسعد لحظه في حياتي. شو القصه؟ راسا اتفقتوا وقررتوا؟ يعني بهالبساطه رح تنسى الاستاذ فريد يا نبيل؟ فرصه العمل مو كل يوم بتصح؟ لا تسرع. خايف عليك تندم يا ابني. يا عم ابراهيم يا عم ابراهيم انت اقرب واحد لإلي. اذا حاسس انه انا غلطان انا مستعد اتراجع عن قراري فورا.
لا انت ما انا غلطان، بس في شيء لازم تتاكد منه. الاستاذ فريد لو ما كانوا متفقين ما كانت سلوى تصرفت لوحدها. ايه الله يوفقكم ويسعدكم. اذا نتوكل على الله ونجهز حالنا للسفر. طيب على فكره هلا بالسفر يعني بالغربه ما بدكم مين يجهز لكم لقمه اكل ينظف البيت؟ لانه وينك بصراحه انا كبرت بالعمر وما عاد فيي على شغل المطعم كثير. وبعلمك ابو العز ما راح يزعل منك؟ سيدي انا سعادتي لما بكون جنبك هو ما عاد لي حدا. طيب خلص انا موافق. شو رايك حسن؟ حلو هي. شو رايك يا حسن؟ انا موافق طالما انت موافق. شو بنا؟ عم يفكر بندى. والله انت مخبب ثيابك يا عم ابراهيم. يا ابني ندى رح تكون ضحيه، فشو ذنبها؟ طيب انا شو طالع بايدي يا ابراهيم؟ شو طالع بايدي؟ محاولة أخيرة يا ابني، محاولة أخيرة. يا ابراهيم أنت هيك عم تعذبني وعم تزيد ألمي. الحب ما في منه مهرب، أنت بتحبها. أنا بحبها صحيح، بس أنا شو طالع بايدي؟ لكن تتركها تتعذب لحالها. يا ابراهيم، يا ابراهيم، أنا كمان عم تعذب. ثم لا تنسى إنه الحب مو بالعمر ولا بالثمن. الحب التضحية والصبر والروح. حب الروح خالد، أما حب الجسد فاني. نسيت يا عم ابراهيم، نسيت انك انت شخصيا قلت هذا الكلام هون ببيتنا؟ نسيت. صحيح صحيح معك حق. لذلك اذا كانت بتحبني فعلا لازم هي كمان تتعذب مثل ما انا عم تعذب. طمني دكتور. طمني طمني استاذ بألف خير. شوية إرهاق مو أكثر، عمل سفر وتفكير وقلة نوم، بحاجة لراحة وبس. أكيد دكتور. أكيد الأستاذ بألف خير، يعني بحاجة لشوية علاج وبرجع أحسن من الأول، بس بأكد على الراحة. هي الرشيطة، الدواء بانتظام إن شاء الله وتعالى. بالنسبة للأكل دكتور في توصيات؟ الطعام الدسين بلا، والمعجنات يعني مبدئيا مسلوق. دكتور. الو دكتور هشام. دكتور أرجوك. اهدي يا ندى، اهدي وفهميني شو القصة. ايه هذا كل اللي صار وأنا مالي مرتاحة. طيب طيب طبعا جاي. حاضر. لا لا ما رح أتأخر، خاطرك. طيب دكتور مع السلامة. ماما البابا عاوزك. تفضل دكتور. شكرا. اهلا دكتور. اهلا اهلا سلوى. خير ان شاء الله. خير تلاقي الخير يا رب. خير يا رب. هاي الادويه اللي عم تستعملها ادويه جيده، خليك عم تستعملها. المهم لازم ترتاح وما تجهد نفسك.
كيف بدي ارتاح وانا عندي كل الشغل وخاصه هلا؟ ليش وين نبيل؟